الحقيقة أنه إحنا بنشهد انتعاشة كروية ما حصلتش من سنين. الأهلي دايما مفرحنا، عمل حاجة شبه معجزة امبارح، والله كل الناس كانت بتقول ربنا يستر والماتش يعدي على خير ونشوف بس اداء ولعيبه رجاله زي ما احنا متعودين، لان الظروف كانت صعبه جدا. بيلعبوا تقريبا من غير 60% من الفريق، نص الفريق في المنتخب ونص تاني مصاب. زي ما انتم يعني عارفين في كده شعارات دايما عند النادي الاهلي، زي الاهلي بمن حضر، زي امبارح الناس كانت بتقول الاهلي ضد المستحيل. رجاله الاهلي فازوا امبارح على المونتري المكسيكي في كاس العالم للانديه، وده كان بجون عالمي لمحمد هاني. مبروك للنادي الاهلي ولرجاله النادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي، فوز كبير ومستحق ومهم جدا في مرحله مهمه جدا. الحقيقه انه حتى امبارح اداء اللعيبه الناشئين يعني كان اداء عظيم، كانوا بيلعبوا بكل ثقه وما عندهمش اي رهبه للماتش، ومع ان يعني الفريق عالمي ما كانوش بيلعبوا مع فريق قليل يعني، وكانهم كانوا بيلعبوا من سنين طويله جدا في مباريات زي دي. لكن طبعا فوز النادي الاهلي فوز عظيم وامبارح اسعدنا جميعا، لكن احنا النهارده مستنيين الفرحه الكبيره. منتخب النهارده في نهائي ابطال افريقيا، وكل الناس متحمسه ومتاهبه للماتش بعد الاداء الرجولي اللي شفناه من منتخب مصر في كل المباريات اللي فاتت، 3 مباريات ورا بعض 120 دقيقه، حاجه عظمه. لعيبه يعني بتموت نفسها جوه الملعب علشان تفرح الغلابه زي ما قال صلاح امبارح في المؤتمر الصحفي، وبياكد على انه لو فضلنا نلعب بالروح دي منتخب السنغال تقيل المنتخب مش سهل، لكن احنا كمان عندنا روح قتاليه يعني لو فضلت متوافره ان شاء الله الفرحه النهارده تكون ماليه الشوارع والبيوت المصريه، ويعني يقدر المنتخب المصري انه يوصل للقب ويعني يختم نهائي افريقيا ويفوز او على منتخب السنغال، لان المباراه مهمه جدا والناس كلها مستنيه النجمه الثالثه. طبعا تمنياتنا وقلوبنا مع منتخبنا الوطني، ان شاء الله النهارده مصر كلها هتفرح يا شاذلي.